ومن عمان ينضم إلينا اللواء أسامة العلي، عضو المجلس الفلسطيني الوطني. سيادة اللواء، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. نتابع معك إذن كل هذه التطورات بعد ما جرى في النصيرات اليوم، ولكن لنبدأ من تصريحات دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بداية هذه الساعة الأولى من الأخبار الليلة. قال إن من تتحمل المسؤولية هي حركة حماس، وقال إن كل أو جل من قتلوا كانوا من حركة حماس. تعليقك سيادة اللواء. مساء الخير. أولا، إسرائيل هي لا تقاتل حماس ولا تريد أن تقاتل حماس ولا ترغب بمقاتلة حماس. إسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني. ماذا يعني القصف الجوي المدمر بأوزان ثقيلة للبيوت؟ حماس مش في البيوت. ليش بتقصف إسرائيل بيوت المواطنين الفلسطينيين؟ إذا إسرائيل تقتل وتجرم وتقصف المدنيين فقط ولا حد غير المدنيين. حتى لو بدهم يعملوا عملية يحرروا أسرى، ليش يقصفوا البيوت كل المحيط المنطقة؟ ليش كل يوم كل يوم في قصف بيوت للمدنيين كل ليلة بعد 12 بالليل وبعد 3 ووش الصبح يقتلوا المدنيين؟ قتل المدنيين المستمر هذا وإحنا مغطينه بغلط، نقول حرب وقف إطلاق نار. لا، في قتل للمدنيين. بدنا قرار من مجلس الأمن منع إسرائيل بقصف لبيوت المدنيين. يا أخي حاربوا حماس، يقاتلوا حماس، مين بمنعهم؟ مين بقول لا؟ لكنهم لا يقاتلوا حماس، يقتلوا المدنيين. فهذا قتل المدنيين هي المشكلة الكبرى وهي المصيبة والتي لا تنتهي. سنتحدث عن نقطة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وهذا ما يطالب به من قبل السلطة الفلسطينية اليوم، ولكن سيادة اللواء، صحيح بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال لا قوات أمريكية شاركت في هذه العملية، ولكن مجرد تأييد الأمريكيين وحديث بايدن بترحيب عن هذه العملية مع أنه لم يشر إلى قتل فلسطينيين، ألا يبدو مستغرباً؟ هم ممكن شاركوا ما شاركوش، يعني مش قصة إن شاركوا كذابين ما شاركوش. إحنا المهم النتيجة. النتيجة مش حرروا أربعة، أنا النتيجة اللي شفتها قتلوا 200-300 فلسطيني وأطفال ونسوان وجرحوا 400. هذا اللي شفته أنا في العملية كلها. أنا ما شفت في العملية ولا شيء غير إنهم قتلوا مدنيين، وامبارح قتلوا، بكره بقتلوا، والليله بقتلوا، ولما بيتفاوضوا بكونوا. ولهذا طرحت سؤالي سياده اللواء بان بايدن حتى لو لم يشارك الامريكيون، وهذه مساله لا اعلم ان كانت دقيقه ام لا، ولكن نتحدث عن ترحيبه بالعمليه، رحب بعد اجتماعه بالرئيس ماكرون بهذه العمليه ولم يشر الى مساله القتل من الشق الفلسطيني. مظبوط، هو ما بيشير انه احنا بالنسبه لهم مش بشر، احنا عم نقتل ليلا. ما صارش بالتاريخ قتل للمدنيين كما حدث ويحدث بغزة منذ طوفان الزفت هذا. كله قتل مدنيين فقط. فيش حروب يا عمي، فيش. وين في فرونت؟ وين في دبابة مقابل دبابة؟ وين في مدفع مقابل مدفع؟ وين في جيوش؟ وين في مسرح قتال؟ وين في ميادين قتال؟ ما في إلا قتل مدنيين وتجويع والظلم اللي واقع على المدنيين. مصيبتنا انه العمليه هي من اسرائيل تقوم بها بغزه هي تقتل اهل غزه فقط لا غير، واحنا مغطينها بالمقاومه العنيفه والمقاومه الجزيره والمركبات اللي بتتدبح وتتقتل. يا عمي ما في مركبه لا بتنقصف ولا بتتدبح في قتل مدنيين. تابعتم تصريحات سياده اللواء، تابعت تصريحات حركه حماس بعد هذه العمليه؟ قرأت تصريحات إسماعيل هنية التي قال فيها إن إسرائيل وإن الاحتلال لن يفرض خياراته بالقوة وهو واهم، وتحدث عن كأنه يتحدث من موقع قوة، ولكن على العموم هل تعتقد أن حماس ما زال لديها نقاط قوة للحديث بهذه الطريقة؟ هذا جنون. واحد معوق بحكي وعندهم قدرات استراتيجية، وبنساش الاستراتيجية، هاي لازم يكون استراتيجية. ولكم وين في حرب؟ وين في قتال؟ في ذبح للمدنيين وتجويع وذبح مدنيين، ما في حرب. الحرب في فرونت، في جبهه، في ناس بتجابهوا مع ناس، في ميدان للقتال، في يا عمي ناس قاعدين تحت بيوت المدنيين في الانفاق
ومتخبيين بين المدنيين وبقول لك نحن نجحنا وتقوينا وقوينا ودمعنا وبيقدروش علينا. صح، إسرائيل لن تقدر على حماس، أنا بقول لك صح لن تقدر على حماس لسبب واحد، لأنها مختبئة بين المدنيين، لأنها متخبية بين المدنيين. كيف إسرائيل ده طولهم؟ فعم تقصد كل المدنيين باعتبار ممكن يكون واحد حمساوي في أحد البيوت، ولكن تقصد أسرة مدنيين عشان لعلها أصابت واحد من كتائب الأقصائع في بيتهم. نعم سيادة اللواء قبل أن أطرح سؤالي، نتحفظ بالتأكيد على أي مصطلحات تستخدم في وصف أي جهة. كنت تحدثت عن حركة حماس أو على إسماعيل هنية، ولكن بصرف النظر عن المصطلحات التي استخدمتها وبالتأكيد لا تمثلنا، نشير إلى حالة اللا صفقة ولا أمن الموجودة الآن في قطاع غزة. ما الحل الآن إذا كانت إسرائيل على ما يبدو بعد 9 أشهر لجأت إلى عملية لتحرير 4 أسرى وهي مستمرة في مسألة تعطيل الصفقة، ما الحل؟ مين المستمر في التعطيل، حماس ولا إسرائيل؟ ما رأيك؟ رأي الاثنين الجوز ما بيستمروا، إذا هذا إبل هذاك ببطن، إذا هذاك أبل هذاك ببطن. الوضع إحنا المفروض نطلب من الأمم المتحدة مش وقف إطلاق نار، ما في حرب حتى وقف إطلاق النار، لازم نطلب وقف قصف البيوت، يمنع الطيران الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية أن تقصف بيوت المدنيين. هذا القرار اللي بيلزمنا من مجلس الأمن الدولي، وخلي أمريكا تقول فيتو، لا بدنا نقصف بيوت المدنيين. فإحنا نخلي طلبنا محدد في منع إسرائيل من قصف البيوت وبنخلص هيك. والحل المفروض هلأ يكون عشان نخلص من هاي، حماس تسلم الرهائن اللي عندها لقطر ولا مصر الوسطاء، وتخلص حالها من هالقصة، وتقول لهم انتوا يعني انتوا اللي فصلوا واحنا بنلبس، انتوا دول واتفقوا يا دول عربية وهي الرهائن عندكم وتحلوها مع اسرائيل. حماس عندها طلب واحد، مش مسترجية وبتسحي تطلبه، نعم ضمانات بانه اسرائيل اذا سلمت الرهائن وخلصوا الفيلم انها لا تقتلهم، مش حكم ما حكم ما عندهم مش حكم، إذا بفوتوا غزة أهل غزة بيسحلوهم، مش حيفوتوا غزة أهل غزة حيسحلوا حماس. بدهم إنه يضمن دائما اللي بخطف قبل ما يسلم المخطوف بطلب ضمانات الحياة تبعته، بقول أضمن حياتي وبعطيكم المخطوف. فبدام حماس مش ضامن حياتها فما بتسلم المخطوفين. فإذا على أمريكا أو إسرائيل يضمنوا الحياة لحماس إنه ما يغتلهم مستقبلا، اللي بسموه وقف إطلاق نار دائم، هذا وقف إطلاق نار دائم، يعني بدي ضمانات ما تقتلونيش. إحنا بقادة حماس ما نقتل، مش بس السنوار، هي واقع السنوار كل قادة حماس، إذا بعطوهم ضمان إنه ما حيقتلوا قادة حماس بسلمهم. هل يمكن أن يمنحوا هذا الباند وهذا المطلب؟ هل يمكن أن يمنحوا هذا المطلب؟ ممكن، لأنه قلت إذا بسلموهم لمصر وقطر، فمصر وقطر بتقول هاي هم عندنا، بس أعطونا ضمانات ما تقتلوهم مش حتى نسلمكم إياها. نعم. يعني يصير أن طول ما فيش ضمانات لحياتهم عندما يسلموا عمرهم ما بيسلموا واحد، ومن حقهم ما يسلموش حدا، لأنه باللحظة اللي بيسلموا هينقتلوا إلا إذا أخذوا ضمانات. كل الخاطفين في الدنيا هيك بيعملوا. ولكن على ما يبدو إسرائيل مستمرة في العمليات، وحتى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال سنستمر في هكذا عمليات، وحتى قبل ذلك نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. هل هذا يعني بأن حماس فعلا بدأت تفقد هذه الورقة، ورقة الأسرة؟ القصة مش مستمرة العمليات، ما هدول كمان إسرائيل بيعملوا جرائم خرافية، هم بيستمروا. إسرائيل شو بتعمل في غزة؟ شو بتعمل كل يوم؟ شو بتعمل؟ افقدت المدنيين ومجوعاهم وما فيش علاج وما فيش كهرباء وما فيش مية وما فيش حياة. هذا اللي بتعمله إسرائيل في غزة. نعم. ما في حرب في غزة، بضلوا بيقولوا حرب غزة حرب على حماس، فيش حرب في غزة، في قتل مدنيين. إسرائيل ما عندها شيء إلا عم تقتل مدنيين، وبضلنا أقول من هلا بكرة وليل نهار ما بتعمل إلا قتل المدنيين، ولا تستطيع أن تعمل إلا قتل المدنيين، ولا تريد أن تعمل إلا قتل المدنيين. وهذا الشيء اللي بتقول أنا بضغط فيه على حماس، وحماس بيعها قتلوا، ما احنا لسه صامدين، احنا قاعدين والجزيرة بتغني لهم انتصارات وبرقص الغنم للانتصارات وبندبحوا المدنيين.
احنا عندنا صار قلبنا روتين يومي، صار قتل المدنيين عندنا في غزه والاطفال والنسوان والوضع اللي بنشوفه بعيننا، كنا بنشوفه بعيننا، صار روتين يومي عندنا، هذا اتعودنا عليه، هذا بيصيرش. واسرائيل ان شاء الله بعد هاليومين يحطوها في القائمه السوداء بتهمه قتل الاطفال، انها مجرمه وفي القائمه السوداء وقائمه العار، اسمها قائمه العار، اسرائيل تستحق ان تكون في قائمه هي العار. وضعت اساسا في هذه القائمه، هذا أعلن أمس، هي وضعت أساسا في هذه القائمة التي تسمى إعلاميا قائمة العار أو قائمة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال. على العموم رغد المخصص المقابلة انتهى من عمان، كنت معنا اللواء أسامة العلي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.